مرحبين بكم في اولى فقرات لمستمعينا ومستمعاتنا. وموضوعنا هو الا بغينا نشكلوا في شبح يمكن هو هاجس دائم كي صاحب المراه تجاعيد. احنا كنعرفوا ان التجاعيد كتسلل بسرعه للبشره فكتشكل هذا المشكل. هذا مستمعينا مستمعاتنا موضوعنا مع الدكتور اشرف الودغيري الادريسي اللي غادي يتكلم لينا وبتفصيل على علاج التجاعيد. اهلا بك دكتور. صباح الخير اختي هان, صباح الخير عليكم وسعيد نكون معك اليوم ان شاء الله باش نكملوا هذه الفقره هذه اللي خصناها للتجاعيد ان شاء الله. نعم دكتور. طيب احنا كنعرفوا بان التجاعيد انواع وكذلك في هذه الانواع هذه يمكن بعض العوامل مثل الضغوطات البيئيه الاجتماعيه النفسيه تعرض المفرط لاشعه الشمس, هذا بالاضافه لتقدم في العمر يعني تهو راه عامل من العوامل انها كتساهم في ظهور التجاعيد وهذه الخطوط الرفيعه منها ما هي عميقه وكاين اللي هي كذلك خفيفه. تعرفوا دكتور معاك على العلاج للنوعين بالنسبه للتجاعيد اللي هي عميقه او ذات الخطوط يعني اللي بارزه ومنها ما هي خفيفه. بالفعل يعني العلاج ديال هاد التجاعيد او الاختيار ديالنا العلاج غادي توقف على مجموعه من الامور, منها يعني تحليل ديال نوعيه التجاعيد والعمق ديالها, ولكن ليس فقط العمق هو اللي غادي يجعلنا نختاروا العلاج, ايضا الميكانيزمات اللي ادت لهاد التجاعيد, لان قلنا بان هاد التجاعيد انواع. كاين انواع ديال التجاعيد اللي هي حركيه او متعلقه بالملامح, على سبيل المثال التجاعيد اللي هي كنلقاوها في النصف العلوي ديال الوجه, كالتجاعيد اللي في الجبهه, التجاعيد اللي حول العين, التجاعيد اللي ما بين الحاجبين, ف هي تجاعيد متعلقة بالملامح اللي في أول الأمر غتكون فقط حركية, يعني غتظهر فقط عندما الإنسان كيقوم بالملامح مثلا يعني العديد من الملامح ديال الوجه. وفي وقت ثاني يعني مرحلة ثانية هذه التجاعيد غتولي ثابتة, يعني غتولي ظاهرة أيضا بدون ما نعملوا اي ملامح, فهذا ايضا عامل. كاين تجاعيد اخرى اللي غتظهر يعني نتيجه لارتخاء البشره, يعني كنعرفوا بان البشره ديالنا مع التقدم في السن ليس فقط البشره ولكن حتى الدهون كيوقع واحد تحت عامل الجاذبيه, كيوقع واحد يعني الارتخاء ديال البشره والعضلات والدهون كيؤدي الى سقوط الاحجام نحو الاسفل, وهذا كيؤدي الى ارتخاء الخدود, ارتخاء ديال منطقه الذقن, الفك السفلي, لدوبل مونطون او ما يسمى بالعربيه باللغد, يعني هادو كلها احجام غادي تسقط. وفي بعض الاحيان السقوط ديال هاد الاحجام يؤدي على مستوى البشره الى ظهور تجاعيد. فهذا ميكانيزم مختلف تمام. ومن ذلك العلاج ديالو غيتوقف على غادي يحدد علاجات مختلفه. فبالنسبه لهذا التجاعيد بالنسبه للتجاعيد الحركيه ممكن في الاونه الاولى ملي تتكون فقط حركيه نقوموا بحقن ما يسمى بالبوتوكس. البوتوكس يؤدي الى ارتخاء نسبي للعضله نسبي ومحكم من طرف الطبيب لأن ذيك العضلة الجلد مثبت على العضلة, الارتخاء ديال العضلة يؤدي إلى ارتخاء واختفاء التجاعيد الموجودة على مستوى العضلة. في الوقت اللي كتولي هاد التجاعيد ماشي فقط عند الملامح أو عند الحركة كتولي ثابتة, فهنا ممكن نستعنوا بالتقنية ديال البوتوكس, ولكن ملي كنبغيو اختفاء مطلق للتجاعيد ممكن نستعنوا أيضا بتقنية الفيلر. الفيلر نعم, ولكن الفيلر يمكن تعرفنا على هالتقنية أنه ملء يعني تجاويف ياك دكتور. هو مادة تجويف. نعم هو بالفعل الفيلر كنا تحدثنا عليه في فقرة سابقة, هو مادة مالئة, هو عبارة عن ما يسمى بحمض الهيالورونيك اللي هو مادة سكرية تستعمل في
عدة أشياء، لأنه هذا الحمض الهيالورونيك فيه أنواع، يعني فيه تراكيز مختلفة. كاين تراكيز اللي هي مرتفعة غتستعمل لملء أحجام مثلا، لرفع الخدود مثلا، لملء الهالات السوداء، وكاين تراكيز اللي هي خفيفة جدا يتم استعمالها لملء التجاعيد العميقة، الخطوط يعني اللي باينة بارزة. بالفعل. طيب وباش كتعاونوا، باش شنو كتكملوا يعني بالفيلر كعلاج؟ يمكننا نستعمله بالنسبة للناس اللي غنعملوا لهم البوتوكس وغيكون غير كافي، لأنه غيؤدي إلى ارتخاء العضلة ولكن ما غيؤديش إلى اختفاء التجاعيد بصفة مطلقة. ممكن أننا نكمله أو نستعمله فقط بتقنية الفيلر في عوض البوتوكس لملء هذه التجاعيد، ما سيؤدي إلى اختفاء ديالها لمدة معينة، لأن الفيلر عنده واحد المدة معينة ديال الفعالية وكيتلاشى كيتلاشى. وهذا ماشي فقط يعني تيضايقنا، هذا مزيان لأنه سجن سيكوريتي، هو من باب السلامة أنها تكون مادة اللي ما كتبقاش في الجسم اللي كتلاشى مع الوقت. في حين بحال اللي ذكرتي في السؤال اللي سبق، هو كاين بعض التجاعيد اللي هي قلنا جايه من ارتخاء. الوغ هنا الارتخاء ملي كنفهموا بان الميكانيزم اللي ادى الى التجاعيد هو ارتخاء، كنعرفوا بان احسن حاجه ماشي هي الملء، ماشي هي البوتوكس، كاين مناطق اللي كيمكنناش نستعملوا فيها البوتوكس. فبالفعل كتبقى احسن تقنيه هي الشد. وهنا عندنا الحمد لله تقنيات جديده، جديده قديمه، ماشي جديده فقط، هي قديمة ولكن تم تطوير ديالها مؤخرا، وتحديثها والسلامة ديالها ولات أحسن. ولات أأمن. ولات أأمن بالفعل. فهي خيوط الشد مثلا، كاين خيوط كنستعملوها لتفادي الجراحة، كتمكننا أننا نقوم بعملية الشد سواء ديال الحاجب، سواء ديال الخدود أو ديال العنق، الشد ديال عدة مناطق في الوجه اللي وقع لها ترهل أو ارتخاء، وهذا كيؤدي إلى نتيجة أكثر من طبيعية لأن طيب سؤالي هو فعلا يعني كتكلم على يعني هي خطوط شد او خيوط شد عفوا، ولكن شنو هو مبدا يعني العمل ديالها؟ كيفاش كتستعملوها؟ يعني واش ممكن يعني الزبون او زبونه يعني يعيش بواحد الخيط مثلا تحت الجلد ديالو او لا في الراس ديالو؟ الخيوط نعم. هي انواع نعم. هي انواع طيب. حتى هي فيها انواع، يمكن راه نتطرقوا لها في الفقره الخاصه للخيوط، ولكن باش نفهموا هذه الخيوط، هي خيوط يتم الحقن ديالها في على مستوى الطبقه الدهنيه في غالب الاحيان ديال الوجه، والمفعول ديالها هو مفعولين، كاين مفعول ميكانيكي، لان هذه الخيوط فيها ما يسمى بديكرون، فيها بحال واحد الاشواك صغيره جدا اللي ملي كنحقنوا هذه الخيوط وكنثبتوها كنطلقوها، كنقوموا بعمليه الدلك ديالها، ما يؤدي الى شد الى شد الانسجه اللي تم الحقن فيها. هذا مفعول ميكانيكي ديال الخيوط، يضاف الى ذلك مفعول اللي هو كيميائي او فيزيولوجي، لان هاد الخيوط ماشي غير فقط الشد ديالها الميكانيكي، غتقوم بتحفيز الكل عندها خاصية انها الانسجة اللي تم الحقن ديالها فيها كتحفز فيها التكوين او التركيب ديال الكولاجين، مما يساعد في عملية الشد ويجعل ان هذه العملية الشد غتتواصل لمدة شهور فقط. وهذا هو الفائدة منها، ماشي فقط شهور يعني شهور فقط للوصول الى النتيجة. أما الفعالية ديالها فهي على حسب الأنواع تدوم من بين تقريبا سنة ونصف بالنسبة للخيوط الدائبة أو الزائلة اللي كتلاشى، إلى حدود عدة سنوات، خمس سنوات، ست سنوات بالنسبة للخيوط الثابتة. طيب
طيب هذا علاج من العلاجات اللي يمكن يعني بعض الناس كيختاروهم يعني بعيدا عن استشارة الطبيب هو بعض الماركات العالمية دكتور اللي دائما كنلقاو في يعني في العناوين ديالها ولا في الكتابة ديالها انها مضادة للتجاعيد اونتي غيد وهي ماركات عالمية معروفة فبالنسبة لهذا التوجه هذا صحيح خطأ كيفاش نستعملوا او كيفاش نتعاملوا مع هذه الكريمات هذه صراحة الكريمات ديال مضادة للتجاعيد وفي غالب الأحيان كنلقاو يعني ماشي فقط هاد لامونسيون هادي غنلقاو في نفس الكريمة هي مضادة للتجاعيد مضادة للارتخاء غتعطي النضارة فهادشي كله مزيان ولكن اللي خصنا نعرفوه أن هاد الكريمات المضادة للتجاعيد من الأفضل أننا نحطوها في الخانة ديال البارحة اللي هي الخانة ديال الوقاية الكريمات جيدة من مزيان أننا نستعملها لأنها تغذي البشرة لأنها ممكن أنها تجيب لنا بعض المواد اللي البشرة تحتاجها باش نحافظ عليها من الجفاف الذي يؤدي إلى ظهور أو تزايد التجاعيد إذن هذه الكريمات على أبعد تقدير ممكن أنها توقينا من ازدياد التجاعيد الموجوده وفي بعض الاحيان كتعطي واحد عمليه الشد خفيفه جدا ومؤقته اللي ممكن انها تحسن من المظهر ديال التجاعيد ولكن بصفه مؤقته جدا يعني ما يمكنناش نوضعوها في خانه العلاج يعني كنقول دائما الناس اللي كيسالوني فما يمكنناش نتوكلوا على كريمه مضاده للتجاعيد باش تؤدي الى اختفاء التجاعيد ولكن مهمه جدا لتغذيه البشره للحمايه من الوقايه من ازدياد التجاعيد. طيب شكرا لك دكتور اشرف الودغيري الادريسي على كل هذه المعلومات حول علاج مشكل التجاعيد معنا طيله الاسبوع ان شاء الله في مواضيع كثيره كتخص الجمال اكيد وكتخص كذلك الصحه كذلك يعني ديال البشره ديالنا معك دكتور أشرف الودغيري الإدريسي إلى اللقاء.